مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلو بالجوز، كتير كتير طيبة وسهلة وبسيطة، بتتحضر معنا بعشر دقايق تقريبا. بتمنى الطريقة تنال اعجابكم، تجربوا الطريقة وتنال اعجابكم. هيدا الشكل. طبقة البسكوت مع الجوز والكريمة، حلو كتير كتير، سهلة وبسيطة وكتير رائعة. يلا نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نعمل جوزات، شي بسيط، حطهم بالكيس. وبدقهم بالمدقة. نعمت الجوزات. بحطهم على جنب. عندي 200 ملي حليب بالجات، حليب بارد اكيد. ضيف عليهم ظرف كريمة. تعملوا طريقة الكريمة اللي عندكم نفس الطريقة اللي مكتوبة على الظرف. بخفق على سرعة عالية. خفقت الكريمة حوالي دقيقة. بس خفقت الكريمة رح شيل شي بسيط للزينة منها. اخر شي اذا بدي زين. هلا الجوزات اللي كسرتهم بحطهم فوق الكريمة. بخلطهم مع بعض. وبضيف ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة، بتعطي نكهة كتير طيبة. كمان بنخلطهم مع بعض. بحطهم على جنب. عندي صينية غلفتها بنايلو بهذا الشكل. هلا بحط بسكوت، بغطي بسكوت بالحليب وبحطهم بالصينية. حطينا البسكوت، هلا بحطه من الخلطة اللي عملناها. برجع بحط بسكوت. اخر شي بحط طبقة بسكوت. بس حطيت اخر طبقة بهيدا الشكل. هلا بحطهم بالبراد اقل شي ساعتين لتجمد عنا الكريمة. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعتين وجمدت منيح. هلا بدي شيلها من الصينية. كمان بزينها بالكريمة اللي بقيت عنا. مد عليها الكريمة. عملت الكريمة بهيدا الشكل. بحط كمان جوز. هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم، اخدت معنا بالتحضير 10 دقايق بس حطيتها بالبراد ساعتين، يعني حضرناها بعشر دقايق فقط. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.